تعالوا نشوف إيه تاني أخبار اتصدرت الترند. أول خبر معانا هيكون عن أولمبياد باريس والمليانة مشاكل بشكل كبير جدا، منها الخلل اللي حصل في خطوط القطارات السريعة وانقطاع الكهرباء عن أجزاء كبيرة من باريس. ولكن كان من أكتر الفيديوهات اللي اتصدرت الترند على السوشيال ميديا هو الفيديو اللي معانا دلوقتي واللي بيظهر فيه عدد من الرياضيين واللي بيصوروا السراير اللي مخصصة ليهم في القرية الأولمبية، واللي بيأكدوا فيها أن السراير غير مناسبة تماما للرياضيين وفيها مشاكل كتير جدا. أنا قريب دي اللي أتوريكي جيبيت مشاوس.